السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة اعرف دينك على اليوتيوب، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصص وعبرة. قبل ما أبدأ، أي حد عنده قصة عايز يعرضها معانا في حلقة من الحلقات يكلمني على رقم الواتس 031-47-299-26 ومن خارج مصر هيضيف 02. النهاردة قصتي حصلت في عهد الإمام أحمد ابن حنبل وحصلت معاه شخصيا. في يوم من الأيام كان الإمام أحمد ابن حنبل متجه إلى أحد المدن أو أحد القرى، وكان متعب جدا وكان في المساء، فلقى زاوية صغيرة أو مسجد صغير كده، فقال لك ارتاح فيه لحد صلاة الفجر وبعد كده إيه أروح للناس يكون طلع النهار. المهم ذهب بالفعل للمسجد دوت ولسه هيحط دماغه بعد ما صلى ركعتين تحية المسجد. أول ما هيحط دماغه فجه عامل المسجد قال له معلش يلا عشان نقفل وممنوع حد يبات في الجامع. قال له طب سيبني بس ساعتين اريح شويه لاني كنت متعب والكلام ده كله. قال له لا، قعد يترجاه وقعد يتكلم معاه، ولو كان بس قال له انا الامام احمد ابن حنبل كان سابه، ولكن الامام ما كانش بيحب يستغل اسمه في المنافع الشخصيه. المهم خرج الامام وراح قعد على باب المسجد ولسه هينام، قام الراجل قال له ممنوع برضه تقعد قدام الجامع. كلمه من هنا كلمه من هنا، راح شد الامام احمد ابن حنبل من رجليه وراح جره في قارعه الطريق. الأحداث دي شغالة، وكان في واحد أحد الناس من أحد في القرية أصلا يعني، وكان يعمل خباز وكان بيجهز العجين عشان خاطر إيه يتعمل الصبح للناس يبيعوا للناس. المهم الراجل أول ما شاف كده راح رايح أخد الإمام أحمد بن حنبل، هو ما يعرفش هو مين أصلا، وقال له أنت ممكن تيجي تقعد عندي شوية وتريح من نفسك خالص وأنا هيأ لك الأمر إن أنت إيه ما تتزعجش. المهم الإمام أحمد وافق وراح معاه، ولا امر غريب قوي ان الراجل دوت الامام احمد طبعا متابعه وهو قاعد عمال بيعجن العجين، كل ما يعجن عجينه ويحطها يقول استغفر الله. فالامام استغرب فقال له من امتى انت كده؟ قال من زمن بعيد، ده انا بقالي كتير قوي على الامر ده، ما عجنش عجينه واحطها في الطاوله الا لما اقول استغفر الله. فقال له هل رايت بشائر عليها؟ يعني لقيت امر من ربنا او علامات او ما شابه ذلك؟ قال كثير، ما دعوت دعوة إلا واستجيبت، إلا دعوة واحدة. قال وما هي؟ قال أني أرى الإمام أحمد بن حنبل. قال سبحان الله، لقد أتى الله بك بالإمام أحمد بن حنبل مجرور على الأرض لحد عندك. شوف فضل الاستغفار، الرجل ما كانش بيدعي دعوة واحدة غير لما ربنا يستجيب لي، والدعوة اللي ما استجابتش لي الإمام جاله لحد عنده مجرور. تخيل ده فضل الاستغفار. الاستغفار دلوقتي اللي احنا لو قلنا قدام حد استغفر الله يقول لك ايه يا عم وانت هتكفرني، هو انا غلطت فيك؟ بيحصل. تيجي تقول لحد صلى على النبي يكلم في اي كلام. والله حصلت معايا، قلت لواحد 4 مرات أو 5 مرات صلى على النبي، في الاخر اسال ليه؟ ما بصليش. ليه احنا وصلنا للفجر والفسوق يعني حتى الذكر بتاع الله بقى تقيل علينا؟ ذكر الله ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أفضل الخلق كان يستغفر في اليوم أكتر من 100 مرة. الكلام ده بقوله لنفسي وليكم، ذكر الله أي ذكر داوم عليه الصلاة على النبي. احنا زي ما قلنا في القصة بتاعت السلطان عبد الحميد والراجل التاجر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله باستمرار، أذكار الصباح والمساء. الأذكار دي بسيطة جدا وبتاخد منك بعض الوقت القليل. اجعل ليك ورد يومي حتى لو هتذكر النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة في اليوم، الاستغفار 100 مرة في اليوم، قول سبحان الله وبحمدي 100 مرة في اليوم. الحاجات دي بتزود حسناتك وبتكفر سيئاتك عشان يوم القيامة تلاقي عندك جبال من حسنات. يا ريت ذكر الله ونعرف قد ايه فضل الاستغفار خلى الراجل الخباز ده اللي ممكن محدش يعرفه في القرية الا قليل بينه وبين ربنا ان اي دعوة يقولها كان تستجاب لي، والدعوة اللي كانت مؤجلة جات له لحد عنده. أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم قصص وعبرة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الحلقة من باب الدل على الخير كفاعله. دمتم في رعاية الله وأمنه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.